كيان اقتصادي كبير وشركة رائدة في مجال الدهانات في مصر والشرق الأوسط هي شركة جي ال سي، شراكة قديمة جديدة مستمرة بإذن الله. سيد الأستاذ محمد أمين الحوت المدير التنفيذي لجي ال سي. دهانات جي ال سي وعلى مدار أكثر من 25 سنة هي من رواد مصنعي الدهانات الإنشائية ذات الجودة العالمية. حصلت الشركة على العديد من الجوائز كأفضل شركة دهانات إنشائية في مصر، وكمان في التصميمات بالألوان المبتكرة الجديدة واتجاهات الألوان السنوية اللي بتلبي شغف المستهلكين وبتساهم في تعزيز المشهد الإبداعي في مصرنا العزيزة. والنهاردة جي ال سي أكبر شركة دهانات إنشائية في مصر بفروع ومراكز تلوين منتشرين في جميع محافظات مصر، وبنصدر تحت اسم صنع في مصر للدول العربية والأفريقية. عندنا إيمان راسخ في جي ال سي بأهمية الرياضة ودورها في تنمية المجتمع والحفاظ على شبابه، وإحنا في كتف النادي الأهلي، نادي القرن العريق، عد علينا 6 سنين بطولات وإنجازات وحصد ألقاب. والنهاردة في العام الاستثنائي هنفضل نقول دهانات جي ال سي في كتفك يا أهلي. على الجميع، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الأستاذ محمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، الأستاذ سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن، حضور الكريم. في البداية أوجه التحية لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب الرمز والتاريخ، وقد تشرفنا بتجديد شراكتنا مع النادي الأكبر في الشرق الأوسط ومن أعرق الأندية على المستوى العربي والأفريقي والعالمي، ونتمنى المزيد من النجاح خلال رحلتنا سويا كشركاء نجاح. وتتقدم دهانات جي ال سي التهنئة للنادي الأهلي على الموسم الاستثنائي الذي نحتفل به الليلة، تتويجا للإنجازات الرياضية التي تم تحقيقها في جميع الألعاب الجماعية والفردية خلال الموسم. كما تفتخر دهانات جي ال سي بالشراكة الاستراتيجية التي تربطها بالنادي الأهلي، وتتشرف كونها شريكة للنادي في الإنجازات والنجاحات التي تحققت في مختلف المجالات. بالتأكيد نثمن على الدور الكبير التي تلعبه شركة برزنتيشن، وهي شركة التسويق للنادي الأهلي، وعلى دورها الفعال في ترسيخ العلاقات مع شركاء النجاح. وفضلا عن كون شركتنا دهانات جي ال سي من رواد مصنعي الدهانات الإنشائية وتساهم في تعزيز المشهد الإبداعي في مصر، فهي أيضا تؤمن بأهمية دور الرياضة كعمود فقري للشباب. لذا لم نجد أفضل من النادي الأهلي لنكون شركاء له، ونفخر بهذه الشراكة التي تأتي من منطلق دعمنا لقطاع الرياضة ودورنا في المسؤولية المجتمعية. وتتميز شراكتنا مع النادي الأهلي أننا دائما نقدم أفكار طويلة الأمد تفيد الطرفين وتساعد في استمرار النجاحات والإنجازات التي تحققها الشركة والنادي العريق في مصر. لقد كان هذا الموسم استثنائيا للنادي الأهلي، حيث استعاد فيه سيطرته الأفريقية وتألق في المحافل العالمية، وهو الوضع المعتاد والطبيعي للنادي، ونحن نفخر بكوننا جزء من هذا النجاح الذي نأمل أن يستمر ويتواصل في انتصارات الأهلي، وهو بالتأكيد انتصارات للشراكة. وتظل دهانات جي ال سي دائما في كتف الأهلي، لذلك فنحن دائما سنظل في كتف النادي الأهلي ونتطلع إلى إنجازات أكبر ونجاحات أكثر خلال الأعوام القادمة من شراكتنا الاستراتيجية وحصد كافة البطولات. عايز أشكر شكر استثنائي فريق ذو الهمم، وإن شاء الله بالمناسبة اللي هو كسب حقه بطولات حيتم التواصل مع النادي وحيتم تقديم مكافأة مالية خاصة للفريق بتاع ذو الهمم. شكرا لكم، جي ال سي في كتف الأهلي دائما. الشركة الرائدة وراعي النادي الأهلي في مجال الدهانات الشركة جي ال سي، والسيد الأستاذ محمد أمين الحوت المدير التنفيذي لجي ال سي، فليتفضل.